نؤكد مرة أخرى بأن أن الثروات المصرية هي فعلا ندعو الجميع من خلال هذه الرسالة، ندعو الجميع على المحافظة على المال العام، وأن فعلا أن يقتضي كل من يجد قطعة أثرية أن يشعر أن هذه القطعة هي ملك للدولة، وأن يكون كما قام الشباب السيد حيف حاتم وإبراهيم أفليفنا بارك الله فيه، ويذكرنا السيد إبراهيم أفليفنا بعباس الضوء. نحن لا ننسى مسلسل المال والبنون، عباس الضوء هذا المثل الذي احنا شفناه في الدرامة المصرية والتي نعتز بها، ها هو السيد حاتم يجسد حقيقة هذا الدور، ويشعر أن المال والبنون الباقيات الصالحات ما أولى، وبالتالي فعلا أتوجه إليه بالشكر على تشريفنا نحن، شرف الشعب الليبي والكتابية وشرف الطالب الليبي، وبارك الله فيك، ونعتز احنا بك ونعتز بزميلك، وشكرا انك ترجعت المال لاهلك ولم تساوي بنفسك لا قدر الله او تحدثك، وانما كنت شجاعا وبارك الله فيك، وضربت مثلا رائعا في المحافظه على المال العام منسجما مع طبيعه دراستك، فانت طالب مراتب عام مالي ايضا، فضلا عن ذلك انت تحضر في العلوم المصرفيه وبالتالي تقدم المال العام، فكنت مخلصا لأخلاقك ومخلصا لطبيعة المهنة التي أنت تحضر فيها دراساتك العليا وخلصت وتشرف فيها، فبارك الله فيك. أشكركم على حضوركم جميعا واهتمامكم بهذا الحدث، وأدعوكم على إن شاء الله نحن ندخل تحت عملية التسليم الرسمي، حنضل على الخزنة هذول بس قطعتين بس هم يعني نموذج اليوم، وحنطلع الآن إن شاء الله بالخزنة، وحدعو المسؤولين للاستلام الرسمي، ويكون هذا في حضوركم. سعيد جدا بلقائكم، أشكركم على حضوركم، بارك الله فيكم، وكل سنة وأنتم طيبين، وهذه هي هدية المولد النبوي من إخوانكم الشعب الليبي. ممكن بس تورينا الصورة للكاميرا كده حاجة نسيها ونعمل الكاميرا كده بس نسيبنا كوية واحدة بس بعد هذه الكوية في واحد لنا الصوت له مميز طبعا